ما نوجد فيها دماء عجيلية ما تكتمل السهرة، يعني من مقومات السهرة والله، بل يعني إلمام ثقافي أدبي فني اجتماعي. فنوجه تحية لكل أهالينا آل العجيلية. الله يحفظك، وأنا من خلال منبركم أوجه تحية لكل عشائر وعوائل وكل فرد من هاي المحافظة الرائعة. طبعا هي محافظتك وربيت بيها وترعرعت بيها أكيد. يعني أنا أذكر بداياتك أول ما بدأت وأول ما نشأت ودخلت هذا المجال، يعني مجال الفن، كنت من رواد منظمة طلاء على البعث أيام زمان. أكيد أولا منظمة طلاء على البعث هي كانت تذكرة لدخولي هذا المجال الحقيقة، خاصة أنه الأستاذ فواز الحسن أبو آدم الحبيب أوجه له تحية كبيرة جدا، نوجه له تحية لبعض. هو من الناس اللي علموني، خلينا نقول بدون ملل أو بدون منة أو بدون مقابل، لأنه هو آمن بموهبتي وآمن بفني وبصوتي. صدق. فطلاء البعث هي تذكرة، كانت تذكرة، هي التذكرة الرئيسية لدخولي هذا العالم يعني الحقيقة. ما شاء الله. ما أعرف أنا جديد، ما هو جديد طاهر العجيلي؟ جديد إن شاء الله في عمل قريب من ألحاني، أولا أحتاج عن الألحان للفنان ماجد المهندس، طبعا هذا الاسم الأكبر بين الناس اللي حاليا راح تنزل لي أعمال معهم. نعم فنان كبير عربي كبير. نعم. بالإضافة عندي يعني عندي أعمال إلي لنفسي قريبا. حلو. وفنانين آخرين. حلو. احنا بانتظار المزيد، احنا ما نشبع اكيد طبعا. بعد بانوراما درة الفرات اللي نزلتها واللي حبوها اهلنا وقرايبنا واخواننا وحبايبنا اللي بالرقة، ان شاء الله في عمل للرقة قريب جدا من الصميم، من صميم المعاناة ايضا. انا شفت لك فيديو كليب نزل بصوتك والأغنية، يعني أنت شفت حتى الصور، أنت مختزئ كلها من الرقة، من الرقة ايه صحيح صحيح، هاي الصور أيضا من الرقة عن طريق المصور والمخرج أحمد النزال، أشكره جزيل الشكر، نوجه له تحية لأحمد النزال. لكن في أغنية جديدة إن شاء الله لأهلنا بالرقة، من كلماتي لحن تراث قديم حبيته لأن في شجن اللي هو كان اللحن أبو الخديد الورتين اللالة. نعم هذا من تراثنا. إن شاء الله قبل ما تنزل هسه راح أسمعكم إياها لأول مرة أغنيها عن طريقكم حتى قبل ما تنزل. شكرا لك، وإحنا فخر إنه يعني تعطينا هالثقة أبو غياث. الله يحفظك أستاذ علي، الله يحفظك. بالرقة لي أحباب ما ناسيهم، كل يوم أتذكرهم وأبكي عليهم، أدعي ربي يحفظهم ويخليهم أهل القلوب الطيب اللي بيهم نفخر، أهل القلوب الطيب اللي منهم وابي، هم غوالي قلبي وهم أحبابي، ناديت ربي بس يجبر صيواني، يا نار قلبي مثل الموجة تسعى، يا ناس سريد بلادي هناك اخذوني،
كل يوم أشوف صورهم ويبجوني، خايف أموت وبالأرض يدفنوني، تراب الرقة صدقوني أحلمنا العنبر. صح لسانك، أحلمنا العنبر. تراب الرقة، تراب تراب الرقة حنا، تراب الرقة أحلى من العنبر. والله حنا الرقة، الرقة تستاهل. والرقة يعني على طول وهنا يظل يقولون الرقة ولادة، أكيد تستاهل تستاهل الرقة. والرقة والرقة ما جار عليها، لازم ترجع تقوم وتنهض من جديد. أي والله تقوم وتنهض وترجع أحلى من أول إن شاء الله، بهمة أهلها وأولادها وشبابها. إن شاء الله والله، حتى نسائها طبعا، حتى نساء الرقة هن نساء عظيمات يعني. نعم نعم أبو غياط، صدقت صدقت. واني أنا قلت لك يعني مشروع ال مشروع المؤسسة النيجاتيف للأفلام اللي اشتغل عليها عبد الله وأسسها. نعم يعني تكاتفت الجهود انه بدنا صورة الرقة اللي رسمت عند يعني الجيل الحديث. طبعا الكبار الاوليين يعرفون، كلهم يعرفون الرقة ووزن الرقة، وصحيح ظلمت اولي اعلاميا بس طلع جيل يعني حب يشوه صورة الرقة، والرقة ما تتشوه صورتها. استاذ علي، للاسف احنا ايمت نحزن احنا كبارنا والسلف اللي سبقنا تعبهم كثير حتى يوصلون او يصححون صورة الرقة بعيون الاخرين. صدق. لكن للاسف طلعت شريحة من المجتمع هدم، يعني مو هدمت، هي قاعد تحاول تهدم مسيرة سنين وعرق جبين، يعني هاي حقيقة. نعم نعم نعم. حاولت تهدم تاريخ أدباء ومثقفين وأطباء وعلماء ومفكرين للأسف. نعم. قدموا من رقة على أنها بيت شعر وكم خروف وكم طلي وقاعدين نسرح بيهن. صدق. هذا الكلام صدق. هذا الكلام إحنا ما نتبرى من، إحنا ما نقول، إحنا ما نذم هاي المهنة أبدا. نعم. نهائيا. هذا هو. لكن هو طلع هالفضاء، الفضاء صار مفتوح. يعني كل من عنده شغلة بلش يحطها على اليوتيوب أو يفتح. نعم. بث مباشر. هي نعم. جمالية الإنسان أنه فرضا أنت بدك تعطي بث مباشر ولا بدك. نعم. تعطي برنامج. نعم. بالإضافة تفضل إضافة أستاذ علي، حتى في موضوع إحنا لازم ننوه عليه. إحنا حاليا الشباب الفنانين أو المثقفين أو اللي عندهم محتوى وقاعد يحاولون يقدمونه بصورة صحيحة، حلو، إحنا قاعد نتحارب من جزء كبير من 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 نفس المحافظة ومن نفس الناس اللي احنا يعني احنا نعتبرهم اهلنا منا وبينا، يعني منا وبينا. إيه تماما، هي احباط بلهجتنا نقول تكسير للمجاديف والاحباط من المعنويات، يعني من المعنويات العالية. احيانا انا لما تنزل اغنية اتفاجأ بانه التعليق الايجابي يكون، يعني طبعا انا ما اقول الكل من اهل الرقة، لا 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 اكيد اكيد احنا ما جزء بسيط وما يمثل الا نفسه، حتى تلاقي التعاليق السلبية منهم. يعني انا ما بالنادر حتى او ما شفت تعليق مثلا من العراق على اغنية اللي مثلا سلبي او من غير دولة. صح. دائما تلاقيه يعني ينتسب للمحافظة نفسها وتلاقيه علق تعليق سلبي جدا. هذا مو هذا مو منا ابو تمام، حتى إن كان من الرقة، يعني حتى إن كان من الرقة. إيه أنا 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 قام أقول لك إنه حتى ذا من الرقة، هذا مو منا، هذا ما يمثلنا. يعني أنا طاهر العجيلي يعني أفتخر به، أرفع رأسي أقول والله هذا فنان من الرقة. يعني لا أنا طاهر لا هو معطيني شيء ولاني قابض منه، بس أخي هذا ابن رقتي، هذا ابن انا إيه؟ اقول لك على مثال بسيط. من فتره انا متابع على الفيسبوك فالفنان لؤي الحسان، ابو حسان الحبيب، نوجه له تحيه. نعم. ومساء ورد. فمنزل صوره الرجال لابس بنطلون، البنطلون قد يكون من هاي الموضه اللي ممكن بيكسر عادي. عادي عادي تماما.
فهذا اللي يعلق له احنا هذا مو لبسنا ولا لبس اهلنا ولا مد... اولا احنا طلعنا برا الرقه صح، هاي اول شغله. احنا صح. حاليا اليوم احنا ببلد ببلد احنا ما نقول نلحق كل عاداته او كل يعني حضارته لا لا بس بدي بدي امشي امشي يقول لك الحضاره مو باللبس، لا لا الحضاره تتبع كل شيء صح. من اللبس صح. الى الاكل حتى الى كل شيء. قبل صدق. احنا بالرقه ما نعرف الا الثريد والرز والدل. اليوم احنا عندنا شاكريه وعندنا كبب لبنيه وعندنا واو الحضاره حتى بالاكل موجوده. صدقت نعم نعم عرفت شلون نعم. فهاي وحده. فهذا اللي علق له لا احنا طلعنا احنا ايضا ايضا مو بالضرورة احنا نروح على فرنسا ونلبس قلابية وجمدان حتى نثبت او نحتفظ لا ونثبت انتمائنا للرقة. هذا الكلام غلط. لا لا يعني انا بالرقة أنا اليوم عندي صورة لأجدادي عندي صورة لأجدادي لجدي لأعمامي او للكثير من اهل الرقة يعني لابسين البدلة والقرافة من بداية وصولها الى دمشق مثلا. صح صح. يعني انا 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 ابن بيئة شرقية، انا لما اكون بين اهلي وناسي وحارتي وجريتي البس مثل جريتي، بس انا لما بدي اطلع برا تماما بدي اظل على نفس الدقة. لا انا ما انا مع هاي المسألة تماما لا. تماما. ايضا اذا انا بدي اسمع كلامك معناها انا لازم مثلا اذا في حال سكنت بالسويد لازم انا ما اتعلم لغة احافظ على لغتي اللي وما مثلا مع الشعب ما تعيش ما تعيش ما تندمج بالمجتمع تدخل بكل جزء صدق. من تفاصيل حياته صدق. من الأكل إلى اللبس إلى الأغنية صدق. هسه قبل إحنا ما كنا نقدر نغني أغاني هذا اليوم يعني أو لو مغنينها قبل ننتقد صح. لكن الآن إحنا ما نقدر نغني أغاني قبل لأنه راح ننتقد أيضا. أكيد أكيد أكيد. يعني بده واحد يظل يعني يعني ما يترك. أنا أطلب من أهلنا بالرقة إذا ما عجبك ما عجبك تصرف لابن مدينتك أنت غير مسؤول عنه. نعم نعم. لكن نعم. ما في داعي انت تأنبه او تحاول تحاول تتلفظ الفاظ بعيده عن عن مجتمعنا واخلاقنا وتربيتنا. صدق صدق. كل من حر كل من حر بس يعني ضمن الاصول ضمن ضمن الشيء المعقول تماما تماما. صدق صدق صدق. هذا 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 طبعا كانت ملاحظتي لانه اذانا هذا الموضوع. احنا انت يأذيك لما تجيك يعني يجيك تجيك الشغلة أو الكلمة السلبية أو التصرف السلبي من شخص أنت تعتبره جزء من أهلك، لأنه إحنا نعتبر أي حد من الرقة جزء من أهل. نعم كلهم أهلنا. نعم نعم. يعني ما انتقدني مثلا واحد من غير محافظات من سوريا أو من غير بلد، لا اللي قاعد ينتقدني ويحاول. ألو فصل ال كانوا انقطع الاتصال او اي ابو غياث معنا اي معاك بس فصل من عندك. فهو يحاول يدور على اصغر سلبيه حتى حتى يظهرها. انت ليش ما تدور على ايجابياتي مثلا؟ صح صدقت. ممكن فني ما يعجبك، هذا هذا ذوقك ورايك. لا بالعكس يعني يعني انت شاب صغير يافع بس مخك مخ شايب. الله يحفظك الله يحفظك. وقلت لك انت 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 تربيت ب يعني يعني حارة العجيلي. بي حدا من أهل الرقة ما ما يعرف حارة العجيلي بس قولوا لي. لا أكيد. على راسي يا أستاذ حبيب قلبي يا أبو غياث الغالي. وإحنا إحنا قبل قبل ما نختم معاك نريد بس هيك ذا علي اللي اللي يعني أنا ما أعرف الأغنية أحبها. نسمعها نسمعها هيك من الله الله يطول عمرك. بعيون. على فكرة يعني هذه هذه يعني أنا أضحك أحيانا على التيك توك على التيك توك أيوة. ثلاث أرباع البنات متصورات على التيك توك وحاطات على اللي اللي بسيطة اللي. كانت من من يعني ما بعدنا عن البساطة صح. طبعا هي كانت كانت حتى انتقاء المخرج هو انتقاء أستاذ فواز الحسن الله يسامحه وبعده صار مخرج كبير هو. نوجه لهم تحية للكل. اي نعم أبو آدم على راسي. ترى هو معنا على الهواء اكيد يا ابو ادم يعني انا متاكد انه جاي وانا مغبيله ما يضيع ما يضيع فرصه انا موجود بيها. على راسي يا بطه يا ابو غياث. تشرف ابو غياث. علي اللي اللي يا عيني حلوه يا هالبنيه يا ابني شلت بلعبت شوفي عينت شوفي ميلي عالجولاقية جولاقية
هي القاعدة ما تحلى يا ما تحلى من غير العين الكحلى العين الكحلى انت من القمر احلى والله احلى حلوة يا الرقاوي يا الرقاوي انت من القمر احلى والله احلى حلوة يا الرقاوي يا الرقاوي حبيبي دخيل 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 هالصوت الحلو دخيل رب الرقاوية يعني يا اخي الرقاوية رقاوية اكيد بدك انا اتمنى انه رب العالمين يعني ندعي الله عز وجل انه ترجع ايامنا وترجع محافظة اللهم امين اللهم امين والشغلة الغربة اذتنا اكيد والله مرة والله مرة ووجوه الغرب اذتنا اكثر من الغربة نفسها يعني. صدقت صدقت واشتاقينا وحنينا وتعبنا يعني احنا هسه انت استاذ علي شوي يعني عشت طفولتك وشبابك وما خليت شيء معك نعم نعم والله ما خليت شيء بنفسي عرفت شلون لكن احنا الشباب اللي كبرنا بالغربة وما يعني ما تهنينا بشبابنا بمحافظة وبين أهلنا وناسنا لكن نقول الله كريم الله يفرج علينا اللهم ونرجع على بلادنا ونرجع نعمرها اللهم احنا وكل الشباب الشباب الرقاوين الحقيقيين آمين آمين اللهم اللي الرقاوين الحقيقيين اللي كلهم يحبون بعضهم مو الجزء اللي كنا نحكي عليه من شوي صدق هذول شغلة عابرة هذول عابرة عابرة ويا جبل ويا جبل ويا جبل ما يهزك ريح أكيد على قولات المرحوم ياسر عرفات بزماناته فقال يا جبل ما يهزك ريح أكيد فإحنا إن شاء الله بإذن الله تعالى العمر ان شاء الله احنا يعني ندعي احنا صرنا ندعي رب العالمين يطول بعمرنا حتى نرجع ان شاء الله العمر ان شاء الله العمر العمر ما بدنا عمرنا يخلص والصوره هاي البيوت المهدوده والحارات والشوارع اللي خربت ما بدنا يخلص عمرنا وهي هاي اخر صوره تكون موجوده بذاكرة ان شاء الله ترجع الرقه تعمر ويعمرونها اهلها وولدها وناسها ان شاء الله ولمتهم شاء الله. ولمتهم ترجع احلى واحلى يعني ان شاء الله إن شاء الله ومرة ثانية أحييك وأحيي مخرجنا المبدع عبد الله السالم طبعا بيني وبينه وعد ولازم ينفذه عبد الله يخرج لنا كليب قريبا جدا عبد الله من قال شغلة خلاص من قال شغلة خلاص بس هو أحيانا وقت يعصب عبد الله أنت ما شفته عن قريب لما يعصب وعلى فكرة عبد الله صديق طفولة يعني مو عارف بس عبد الله أحيانا يعصب والله العظيم ما اعرف نوبات يعصب مني يقول لي خالو انت احيانا يعني ما لي علاقه ببرنامجك بس تشطح احيانا على الهواء شو يسوي يضرب راسه بالحائط بالشباك نوجه له تحيه لعبد الله عفوي ايه انا برنامجي ما ما ماني مجهز له الا الله اللهم يعني شويه سيره ذاتيه لكل ضيف والحكي ياخذ ويعطي يعني وصارتنا ان شاء الله انها ذات محتوى ثقافي أدبي فني إنه هالعالم تستفيد جميل. شغلة يعني. أنا من أشد المعجبين بالمشروع هذا شكرا بشكل عام شكرا لك ثانيا معجب ببرنامجك وبالكاريزما الإعلامية اللي أنا تفاجأت بها عندك أنا قبل ما عندي هيك معلومة عنك شكرا يعني. قلت لك أنا ماني لليوم أقول لك ما أنا وكل المشاهدين أنا ماني مذيع محترف بس انه عبد الله قال لي خالو تجيني هالساعه ساعتين بالاسبوع قلت له بامرك من وحي العفويه يعني نعم او من قلب العفويه صدقت والحمد لله ان شاء الله نكون اختيار موفق الله يسلمك ابو غياث ومره ثانيه احيي كل الرقه واهل الرقه وتحياتي لهم والله يديم عليهم الصحه والعافيه وشكرا جزيلا لاستضافتكم الكريمه تشرفت حبيب قلبنا ابو غياث وان شاء الله نحن على موعد قريب في تركيا بأورفا وناكل سمك من نشاط نشاط ابوك اللي قاعد يسويه النشاط اللي بعد الظهر بس دير بالك تخبره قبل ما تنزل فورا يقول لك اريد مكينه المانيه ان وجه له تحيه لابو طاهر حبيب القلب اي والله تحياتنا للوالد الكريم الله يحفظه ويطول الله يطول عمره حبيب قلبي ونحن على تواصل
ولا تقطع أكيد. ولا تقطع بينا أكيد 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 أنا جاهز وبخدمة المشروع والبرنامج وبخدمتك وبخدمة كل أهل نبرا. حبيب قلبي الله يطول عمرك ومساءك سعيد. نطلع ونطلع فاصل وأيضا مع طاهر العجيلي من أعمال الفنان طاهر العجيلي أبو غياث. يا عين بطلي بيجاه يا عين بطلي نوح وردت يوم الانفراج بيج طولي تروح جبل مخيط جيفان وجبل مغيس اللوح وسمعت بأخبارهن دار النفس ما قدرت أرد سلامه خاف يقولوا يتردوا راح يمه على الحليب ارواحي الليل غلق واصبح الصباحي يا احباب لا ترحلوا ظلوا حواليا كل دموع تيبين لي